من ابي الشعره الخطيب خاصه كل احترقت وقرض العالم النار بعد الحدث النار قرض العالم كل شمر ابي الشعره انا خاصه كل احترقت عندي لا وشك لطفك بالعالم يا رب وسترك يا رب وسترك سترك الهي استغفر الله رب التوبة استغفر الله إله لطفك بالعالم هاي لطفك لا هذا من عند الله يعطيك اشهد هذا وين راح انفجار ما سوى بينا هيك ماكو نار سهرتنا سهر حسبي الله ونعم الوكيل كل مكان سبب ماكو شيء بدون سبب مستحيل هذا محلنا بالفلكي رجعناه بس رجعنا الارضيه ما رجعنا المحل ابغى ان شاء الله ورا شهر اذا رجعنا خير من الله هذا الشارع منا وهيك كله طفل خطية الناس بهدلت تبهدل شوف با الله أكبر الله أكبر هاي ناس على باب الله خطية تلقاه محل ما سيطروا عليه واشتعلت كلها الله أكبر الحمد لله وشكر يا رب الحمد لله وشكر يا رب وشوف شوف حلالها شوف مالها الناس راح الله أكبر يعني بالقرآن هاي كارثة 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 شوف شوف بعدها هنا ما طافية بعدها ما طافية هاي مشتغلة وهاي الدفاع المدني كلها ما شاء الله جاية بس ما دير يلحقون عمي ما دير يلحقون شو يسوون الله أكبر يعني واحد يجي الصبح يقول يا الله يا محمد يا علي فتح محله ويلقى محله فحم شوف هاي الخسائر كلها ما ضايج عليها اقسم بالله هاي الحريق والمحل المحل شيء تأذى ومحترق انا ضايج بس على الدجاج لان تعذب ومات ما متأذي اكثر ما متأذى على الدجاج لان المحل صحيح احترق يعني صار فحم فحم الحمد لله على كل حال من هذا الشيء انا اسوي انا اجيبه انا اسوي بس ضايج بس على الدجاج لان لقيته مايع ويجام شارع الضلال الله يعوضكم ان شاء الله هذا الحريق من 11 وهسه بالستة و 12 دقيقة شارع الضلال 3 ارباع الله يعوضكم ان شاء الله هذا محلنا كله احترق هذا باوع
فيها هسه النار ما طافية فيها. هلا كلها تلقيت منه. اللي هسه يطفون ويرجعوا اللي ورا. كل المحلات ذي تحترقت. هلا النار ما طفت فيه. قاعد وقاعد تطبي على هاي. هذا محل. هذا مصور الفحم كله راح. حرام. يا رب دخيلك. بعدنا ما فاتحين المجمع. شوفوه. شوفوا عين العالم. اللهم دخيلك يا رب سترك. شوفوه. بشوفوه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلت هذا وجابوا لي وحده سمعت فيك راح راح تطيح علي طاحت علي وخ اذا طاحت علي مشكله الصال هذا المي مال المعامل كله نقلنا هذا خلص حتى تبغى العالم بدون سمع الله شاهد كل قوتنا اشوف صور صور كم تكتب تجي يحكي الدفاع المدني والله ابطال ابطال بس ما سيطروا ما سيطروا يعني النار اذا اقول لك اللي نال حراره وصلت احنا طفر علينا شرار اللي نال ساعدنا الطفايات فوق همنا ولحقنا احنا نظام حمايه عندنا هنا كلش قوي وطفات بس هناك شلون صار الحريق ما حد يعرف ما حد يعرف على غفله على غفله المحل قاب مال ولد صاحبي اجانا يركض حسن المحل احترق عبرنا عليه ما لحقنا المحل مصفح احترق مخزن مال كلينس مخزن مال عطور ومخزن مال سبراي مال صبغ ونقف حرق الشارع حسن نطول نطول صايد من البدايه للنهايه ورزق العالم وتذت العالم بس الحمد لله هم سلامات طلعوا بس ما ادري جوز ميتين بعد جوا ما نعرف مستمر لحد الآن بدون توقف لا زال مستمر العلم السيارات مال الدولة ومال العشيد ومال حتى المدنية قاعد تشتغل بكل العالم لحد الآن مستمر لحد الآن مستمر الحريق ما لا